له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول سيدنا عبد الله بن عباس لما نزل قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، تطاول إبليس وطمع في رحمة الله وقال أنا شيء من الأشياء. فلما نزل قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، يئس إبليس وتطاولت اليهود والنصارى لتنال من هذه الرحمة. ثم لما نزل قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يئس اليهود والنصارى وبقيت رحمة الله لكم أيها المؤمنون، خاصة دون بقية هؤلاء المذكورين. فالمؤمنون خلقوا للرحمة ودخلوا الجنة ويدخلون بالرحمة، ولهم الخلود في الجنة برحمة الله تعالى. وبقي العذاب للشيطان وأتباعه من الإنس والجن، ولهم الخلود في النار كما قال تعالى ولا يجدون عنها محيصا، لأنهم خلقوا لها فلا بد من الدخول فيها. وأخرج البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى 100 رحمة. اسمعوا هذا الحديث وافرحوا بفضل الله وبرحمته من أمثال هذه الأخبار التي إن زادتنا في شيء فإنها تزيدنا في محبتنا لله وفي خجلنا وحيائنا من كرمه جل في علاه. يقول البخاري ومسلم فيما أخرجاه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى 100 رحمة، وفي رواية كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض. وأين كل ما في الوجود أمام رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكنه تشبيه في العظم فحسب. قال إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. واسمعوا تتمة الحديث وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللهم اجعلنا من خيار أهلها. وأخرج الشيخان كذلك عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية للبخاري إن رحمتي سبقت غضبي. ربي يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، غير أن رحمة الله تتداركنا وتسبق هذا الغضب الإلهي، فلا تترك الغضب والعياذ بالله يهلك به المؤمنون، بل رحمة الله تدركنا نحن المؤمنين خاصة دون بقية الخلق أجمعين. وما ذلك في الحقيقة إلا كرامة لحبيب ربنا ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. وأخرج الطبراني والبيهقي عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة
ليدخلن الجنة الفاجر في دينه والأحمق في معيشته، والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبه. هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم من عصاة المؤمنين، وهذا الذي استوجب النار فأدخل النار فتركته النار لا يرى منه شيء، أي قد محقته النار وأكلت عظامه من شدة حرها. هذا إن كان قد وجد في قلبه ذرة من إيمان فإن رحمة الله ستتداركه في آخر بعد ذلك، وسيكون من عتقاء الله من هذه النيران، لأن الإيمان والنار لا يجتمعان. والمرء مهما أسرف غير أن إسرافه في جنب ربه إن كان مؤمنا لا يخرجه عن دائرة الإيمان مهما ارتكب الكبائر، لكنه إن عومل بالعدل وعوقب فرحمة الله ستتداركه بعد أن ينال جزاء ما اقترفت يداه من مخالفته لربه ومولاه. قال: والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. أناس يفعلون من الذنوب ما يستحيي الإنسان أن يسمي الواحد منهم مؤمنا، لكنه إن كانت هذه الذنوب فيما بينه وبين الله فالله إن شاء آخذه وهو فعال لما يريد، وإن شاء أن يسامحه فالأمر أمره، وما دخل العبد فيما بين العبد وربه. رحمة الله يا أيها السادة ينبغي أن تزيدنا من الله حياء وخجلا وحبا واجتهادا في الطاعة، فذنوبنا إليه صاعدة ورحمته سبحانه وتعالى إلينا نازلة، ومع ذلك نصر على المعاصي. لا يؤاخذ الإنسان إن أخطأ أو أذنب، ولكنه يؤاخذ على الإصرار على عدم المبادرة إلى التوبة. فنحن مطالبون يا أيها السادة بأن نكون من الذين إذا أخطأوا سارعوا إلى فروا من غضب الله إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالمسارعة إلى التوبة والاستغفار من هذا الذنب. ثم يقول في الحديث: والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه. اللهم اجعلنا من أهل هذه المغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين، بكرمك لا بذنوبنا، بعفوك وفضلك لا بأعمالنا، ببركة حبيبك وجاهه عندك لا بما نحن فيه في هذه الدنيا. معاشر المسلمين، إن الموفق من عباد الله من راح يتحسس تلك الخصال التي تستمطر بها رحمة الكبير المتعال، فتجمل بتلك الخلال وتزين بحسن